عام مليء بالتحديات والإنجازات والابتكارات. جوائز قطر للأعمال الرقمية 2021 تقدم لكم فرصة مثالية لتحظى بالتقدير الحقيقي لدورك كرائد في المجال الرقمي، وتظهر خبرات شركتك، وتفتح أمامك فرص أعمال جديدة. على مدار السنوات الماضية حرصت وزارة المواصلات والاتصالات على تكريم وتشجيع المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تسهم في تطوير الصناعة الرقمية. وتأتي جائزة قطر للأعمال الرقمية في نسخة هذا العام لتجدد الفرصة للشركات والمؤسسات لتقديم أفضل ما أنجزته في مجال الصناعة الرقمية في دولة قطر. وفي ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، والتي خلقت تحدياً كبيراً لاستمرارية الأعمال وقدرتها على مواجهة تلك التحديات، تتضمن النسخة السادسة من الجائزة فئة جديدة خاصة بالاستجابة لتداعيات كوفيد-19. يغلق باب الترشيح في 17 من يوليو. زوروا الموقع الإلكتروني. اشترك اليوم. حظاً طيب.